بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والمطاعم، نظمت عروضا وتخفيضات خاصة بداخل 54 مجمع تجاري و 124 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال ملابس بإجمالي 1456 محلا. مستنيينكم يوم 30/6 نحتفل مع بعض. كل سنة وانتم طيبين. عاملين عروض وتخفيضات على كل المنتجات، مستنيينكم. هيكون في مفاجآت وخصومات كتيرة جدا، إن شاء الله نستناكم بإذن الله. منتظرينكم السنة دي بعروض تكسر الدنيا يوم 30/6. كلنا مستنيينكم يوم 30/6، هنحتفلوا كلنا بكل فروع عزة. مستنيينكم يوم 30/6 نحتفل مع بعض في كازون الشاطئ. عشان كلنا واحد هنحتفل كلنا هنا مع بعض في قرية بلبة. انتظرونا إن شاء الله يوم 30/6، عروض وخصومات، واحد خطاب بتجمع كل الأحباب. كل سنة وانتم طيبين، استنونا يوم 30/6 مع أقوى العروض مع مطاعم أسماك الدورة. وإن شاء الله تلاقوا عروض وتخفيضات تنول إعجاب حضراتكم. مستنيينكم 30/6 في كل فروع جراند كافيه. كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله يوم 30/6 نحتفل مع بعض في تشيكن تكة. مستنيينكم 30/6، كل سنة وانتم طيبين، في عروض ومفاجآت هتعجبكم إن شاء الله. استناكم في ميت موت 30/6 نحتفل مع بعض، كل سنة وانتم طيبين.